يعني لما نروح احنا المسلسل الثاني وانتوا موجودين يعني هتجيبنا في الماده؟ انتوا تنوروا اي حته وانا بقول لا في حاجه. بنرحب بيك في عرب ارض. اهلا بيك. مبروك على جريمه في منتصف. ربنا يبارك فيك. كلمني بقى عن جريمه في منتصف. هي هو مسلسل جريمه في منتصف الليل، زي ما احنا شايفين ان هو جريمه بتحصل في ليله ما كده، وجريمه صعبه شويه، وبنحاول بقى في الاحداث نشوف لها حل. يعني دايما كل ما اسجل معاك لازم تقولي لغز، ما تقوليش كل ليه ما والله انا عايز اعرف الشخصيه. بعمل شكري ده مقدم شرطه، هو بتجيله القضيه فبيبتدي يشتغل عليها، فبيلاقي قضيه صعبه جدا ومتشابكه جدا، وكل ما يحلها من حته تتفك من حته تانية، فاحنا طول الوقت هو في مشكله ازاي يوصل لحل الجريمه دي. المسلسل فيه حاله من الجدل، ليه؟ لان هو اتغير كذا مره، او اتغير مره بسبب الرقابه، فكلمني عن الموضوع. بصي انا يعني اسم المسلسل ده يخص شركه الانتاج والمؤلف والمخرج ودول المعنيين باسم المسلسل يبقى ايه؟ انا بالنسبه لي ليا عمل، بنشتغل ككرو قدام الكاميرا وورا الكاميرا، ان احنا نعمل مجهود ونعمل اللي علينا عشان العمل ده يطلع يليق بالناس اللي تتفرج عليه، او الناس تحبه، او ربنا يكرمنا ويوفقنا ان العمل ده يتشاف ويتقال عليه عمل جيد. هو ده اللي يخصني، ان انا ابقى بعمل عمل جيد. اسم العمل ايه؟ هو ده يخص شركه الانتاج. في جدل ان رانيا طالعه معك، ما شاء الله في حاله من النشاط الفني في المداح وفي شغف، تكلمني بقى عن اي حاجه. اي ما احنا بينا ديل بقى، مش احنا اتكلمنا عن شغف؟ احنا انا عندي في رمضان ان شاء الله غير جريمه منتصف في الليل، عندي مسلسل مداح الجزء الرابع، وعندي مسلسل جري الوحوش باذن الله. تفاصيل عن جري الوحوش؟ ما هو لما نروح هناك، يعني احنا هنا بنتكلم في دايما تعمل معنا بالصح. طب اروح هناك اكلمك في ايه؟ يعني لما نروح احنا المسلسل الثاني وانتوا موجودين يعني هتجيبنا في الماده؟ انتوا تنوروا اي حته وانا بقول لا في حاجه. سلام. شكرا لزوالك.